هذا سائل يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هل يدل هذا على أن قذف المرأة الفاسقة لا يعد كبيرة من كبائر الذنوب؟ لا داعي، إذا ثبت عنده لا داعي له أنه يتكلم فيها، إذا ثبت عنده. أما إذا كان ما ثبت عنده فلا يجوز له الكلام هذا. نعم، تعرض للناس وتعويد لسانه على هذا، اجتنب هذه الأشياء. نعم.